نتكرم في هذا اليوم بحضور نخبة من القادة والخبراء، قادة الاتصال والإعلام وخبراء الصوت والصورة. شوف الفرصة والقيمة الأهم اللي خلقت هذه الملتقيات، أن يلتقي بالقامات الخبرات، يدردش معاهم، ياخذ خبراتهم، ياخذ نصيحة، يسمع قصصهم. المهرجان أنا شايفة إنه التنظيم فيه رائع، إنه العدد المتواجدين، عدد سواء اللي في الشرف أو اللي بيتكرموا أو المشاركين، الشباب الصغير اللي هيدخلوا مسابقات، عدد كبير جدا. المهرجان رائع ومتناسق بشكل عظيم جدا جدا، وسعيدة طبعا بتكريمي في الرياض في المملكة العربية السعودية. أنا حين أتكلم في المهرجان هنا في الرياض نشكر كل باشا التكريم هو الحصاد، موسم الحصاد بالنسبة للمبدع. فعلا أنا متفاجئة جدا، الشعب متحمس كثير لكل شيء جديد. أنا شايفة إنه هذا الوقت المناسب لإقامة هذا المهرجان هنا في ظل التطور الرهيب اللي جالسين نشوفه على المحطات السعودية والإذاعات السعودية خاصة، لأنه هذا التطور اللي بيصير وهذا الصورة المبهجة الثقافية الفنية لتخلي مدينة الرياض في واجهة الدول الإعلامية والثقافية. السنتين ثلاثة الأخيرة في انتشار انفجار في السينما السعودية، انعرض المهرجانات العربية والدولية. شخصية لنا وكيل طبعا في عجلة في دفع عجلة الإعلام السعودي والعربي أيضا إلى الأمام بإذن الله، وشرف أوصف.